السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي هنحل مع بعض مشكلة حذف محادثات الواتساب أو رسائل الواتساب اللي محذوفة عندك، سواء بقى أنت كنت حذفت التطبيق بالغلط أو حذفت التطبيق أو عملت سوفت للجهاز. أي حاجة من الحاجات ديت وارد إن هي ممكن تحصل معاك، فأنت داخل دلوقتي عشان تتفرج على الفيديو علشان تعرف تسترجع رسائل الواتساب المحذوفة، لكن لو أنت عامل لها نسخ احتياطي على الجهاز أو الجوجل درايف. جرب كده معايا الطريقة، يمكن الرسائل ترجع معاك زي ما أنت عاوز. دلوقتي زي ما انت شايف كده، انا دلوقتي مسحت الواتساب تمام، وترجع تنزل الواتساب من جديد. ننزل تحت كده شويه، نروح عندنا في البحث ونكتب عندنا واتساب، وبعد كده نقول له هنا تثبيت الواتساب ماسنجر. طبعا على الواتساب ماسنجر ينزل، انا عايزك تروح عندك على حاجه مهمه قوي، وهو تطبيق الجوجل درايف. تطبيق الجوجل درايف ده لما تيجي تروح عندك بالشكل ده كده، بتضغط عندك على الثلاث شرط دول، وبعد كده تقول له هنا النسخ الاحتياطي، بتروح عندك عليها وهتلاقي النسخة الاحتياطية جنبها رقم تليفونك كمان، ولك اخر نسخة احتياطية كانت موجودة امتى، ودي اخر نسخة هتنزل على الواتساب عندك علشان تقدر تسترجع بيها الرسائل المحذوفة. طيب ونفترض ان هي النسخة الاحتياطية كانت امبارح، فهي تنزل بتاريخ امبارح، اما لو بتاريخ الشهر اللي فات فهي تنزل بالفعل بتاريخ الشهر اللي فات. فدلوقتي هنرجع كده مع بعض عندنا على تطبيق الواتساب، وكده نزل تطبيق، وبعد كده بتضغط عندك على كلمة فتح التطبيق المسجل، وأبسط حاجة تتخيلها إن هو هيسجل دخول لوحده، وبعد كده بتلاقي الرسائل نزلت قدامك هنا زي ما أنت شايف. وده كان آخر تحديث لتطبيق الواتساب. لما الرسائل عندك تتمسح على طول بتعرف تسترجعها عادي جدا بدون حتى ما تعمل تسجيل دخول على الحساب بتاعك، ولو طلب تسجيل دخول بتسجل رقم تليفونك وبعد كده بيحولك على النسخة الاحتياطية، وبتنتظر شوية لحد ما يتم تنزيل الرسائل من جديد على الجهاز، طبعا بالوسائط بالفيديوهات بالصور بكل حاجة. طيب دلوقتي علشان تتجنب حركة زي دي ان هي ما تحصلش تاني، بتروح عندك على الثلاث نقط اللي موجودين فوق دول، وبعد كده بتقول له هنا الاعدادات، ومن هنا بتنزل تحت شوية على حاجة اسمها الدردشات، ومن هنا بتروح عندك على حاجة اسمها النسخ الاحتياطي للدردشات، ومن هنا بتروح عندك بتسجل بحساب جوجل علشان تعرف تحفظ الرسائل بتاعتك. طبعا عاملها المعدل هنا يوميا بحيث ان هو يعمل نسخ احتياطي كل يوم، مش كل اسبوع ولا كل شهر ولا حتى ما يعملش خالص، لكن انا مخليها كل يوم علشان كل يوم يعمل لك نسخ احتياطي للرسائل علشان برضو تتجنب حاجة زي كده انها تحصل. دلوقتي النسخة الاحتياطية عندي حوالي جيجا و700 ميجا زي ما انت شايف كده، او 2 جيجا. بتضغط عندك على كلمة نسخ احتياطي، وبيبدأ رفع النسخة الاحتياطية او الرسائل عندك على الجوجل درايف او على الجهاز نفسه. دي كانت الطريقة والتحديث الجديد. يعني كان الاول كان لازم يطلب منك تسجيل دخول وبعد كده بيقوم محولك على النسخة الاحتياطية، لكن دلوقتي الجهاز محتفظ بنسخة احتياطية لوحده وعمل تسجيل دخول، وبنفس الطريقه اللي انا قلت لك عليها تقدر تحافظ على الجهاز بتاعك ان هو يحصل له اي مسح للبيانات بتاعته. كده الشرح انتهى، اتمنى يكون الشرح عجبك. ما تنساش دعمني بلايك وسبسكرايب للقناه، ولو احتجت اي حاجه تتواصل معايا في التعليقات وانا هرد عليك ان شاء الله. ودمتم بخير، مع السلامه.